معنا على الهاتف حارس نادي الهلال إبراهيم اليوسف مطالبا بحق الرد وحول ما ذكر من الأستاذ سعود الصرامي في مباراة سابقة بين الهلال والقادسية. مساء الخير يا كابتن. مساك الله بالخير وأمسي عليك وعلى ضيوفك الكرام والمشاهدين. تفضل. يا طويل العمر، بس الأخ الكريم الأستاذ سعود العبد العزيز ذكر أنه أنا وقفت، أنا لم يصدر بحقي توقيف سواء من إدارة نادي الهلال أو من اتحاد كرة القدم في حياتي، لم أوقف بحياتي ولله الحمد، بس حبيت أصحح للأستاذ سعود هذه المعلومة، شكرا جزيلا. هلا وسهلا الكابتن إبراهيم اليوسف حارس نادي الهلال سابقا، ذكرت أنه هو وصالح النعيمة تمت معاقبتهم الأمير عبدالله بن سعد إيقاف بعد مباراة الهلال والقادسية. أنا اللي أنا قلت بالتحديد بعد مباراة الهلال والقادسية على ما أعتقد عام 1398 تقريبا، الموسم 98-99 انتهت المباراة في مدينة الدمام أو للقادسية 4-0. حدثت من بعض لاعبي نادي الهلال أنهم لم يعجبهم ما بدر من الجماهير تجاههم بعد الخسارة الكبيرة، فعاقبهم الأمير عبد الله بن سعد في ذلك الوقت عقاب إداري وتم إنذارهم وضمها للملف. هو يقول ما تم إيقافي، أنت قلت في السابق أنه أنا قلت تم معاقبتهم وإنذارهم ومعروفين هم الأربع لعيبة من ضمنهم صالح الكابتن صالح والكابتن إبراهيم. طيب فاصل.